يا مرحبا فيكم وحبايبنا غالين، هاي مثل ما وعدتكم كمان عم صورلكم هلا بعض المقاطع الفيديو يلي تختصر رحلتي من بين مدينتين، مدينة بيرغن لمدينة أوليسوند في النرويج، وهاد الكروز رح يكمل كمان فينا لمدينة ترومسو اللي هي بشمال النرويج، وهذه المناطق كلها على الشاطئ الغربي للنرويج اللي معروفة باسم بحر الشمال، وهاي المناطق اللي بيستخرجوا منها النفط أو الأويل مثل ما بيسموه، يلي ما بيستعملوا من هذا المردود المادي إلا ببعتوه لصندوق السيادي لحتى ينمو أو يكون احتياط للبلد. هون النرويج شوي بتختلف عن باقي البلدان النفطية، إنه هي مثل ما قلت لكم ما بتستعمل المردود من النفط، وإنما بتستعمل الثروة السمكية أو الثروات الأخرى مثل الخشب وما شابه ذلك. أنا مو خبير اقتصادي، بس عم بحاول أعطيكم بعض اللمحات هيك عن النرويج مثل ما أنا فهمتها. النرويج كمان كليتها إذا بتطلعوا على الخريطة تبعيتها بتفكروها إنه هي يابسة مكتملة مع بعضها، ولكن إذا كبرت شوي الخريطة على جوجل راح تلاقي إنه النرويج يعني مثل المصفاي تماما، يعني منطقة يابسة ومناطق كثير مي، منطقة يابسة ومناطق كثير مي. هلأ كلها عندها يعني القدرة أو الإبداع بالنقل بين جزر، يعني عندهم مخدمين هاي المناطق بشكل كثير كبير وكويس، بعتقد أنه يعني قايم بالمطلوب كتخديم للجزر. هذا النقل البحري كثير هن مشهورين فيه، والأنفاق مشهورين فيه، والأنفاق اللي تحت الماء كمان مشهورين فيها، أنفاق الجبال مشهورين فيها، فهن قايمين بتطوير البلد بشكل كثير جميل. وكمان وقت يقوموا بتطوير البلد بحطوا ضرائب على المواطنين، مثلا بدهم يساووا شارع أو ساووا شارع جديد بحطوا كاميرات لحتى ياخذوا الأجر، وحتى يكتمل سعر أو حتى يكتمل تكلفة هذا الطريق أو الجسر بشيلوا الكاميرات وبصير المرور عنه مجاني. مدينة بيرغن للعلم انه هي كانت عاصمة النرويج من اول، ولكن انتقلت العاصمة الى مدينة اوسلو، وبيرغن هي ثاني اكبر مدينة موجودة بالنرويج من حيث المساحة وتعداد السكان. هلأ رح اكتفي بهذا القدر للخمس دقائق، رح اكتفي بهاي المناظر يلي صورت لكم اياها هيك لتشوفوها، وبعدين برجع اذا مرق معي اي شيء حلو بهاي المناظر وقدرت صوره او كنت يعني صاحي تكرم عينكم، لانه حاسس حالي انه ارهقت وحابب انه ارتاح، ولكن ما بعرف يعني امتى بتجيني ملكة النوم، الله اعلم. هلا هيك بنكتفي بهذا القدر من الفيديو، هي 4 دقائق بزيادة حبت لكم، وبكل مرة اذا شفت مناظر حلوة تكرم وراح اصور لكم اياها وتتمتعوا فيها، لانه فعلا هاي المناظر جميلة، وراح خليها ارشيف بالقناة اللي بحب يتمتع ويشوف المناظر او الهدوء كمان، يعني أبداً ما أنا غلط. حبتي دائماً مستمرة، كونوا بخير وبأمان الله.